الجزء الثاني مفردات بيت كتاب قلم طبق كرسي فنجان مفتاح شريط تاكسي تلفزيون راديو تليفون أسطوانة حقيبة رسالة شوكة مائدة ملعقة تفاحة شجرة سكينة سيارة طائرة كاسيت الجزء الثالث مرحبا أنا حسن مراد أنا عربي أنا مصري أنا مدرس هذه زوجتي مرحبا اسمي سميرة مراد أنا زوجة حسن مراد أنا عربية أنا مصرية أنا مدرسة هذا هو ابني مرحبا اسمي سامي أنا عربي أنا مصري أنا طالب هذا هو السيد علي الحلبي مرحبا اسمي علي الحلبي أنا من سوريا أنا رجل أعمال هذه زوجتي مرحبا اسمي فوزية الحلبي أنا ربة منزل هذه ابنتي مرحبا اسمي نبيلة الحلبي أنا طالبة صباح الخير صباح النور كيف حالك؟ أنا بخير شكرا هل أنت عربي؟ نعم أنا عربي مساء الخير مساء النور كيف حالك؟ أنا بخير شكرا هل أنت مصرية؟ لا أنا سورية من هذه الآنسة؟ هي أختي هند مرحباً